يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو طاف رجل عند القبر لكن طوافه لله، فهل يعد هذا من البدعة أو من الشرك؟ هذا إذا كان أنه يقصد التقرب إلى الله ولا يقصد التقرب إلى القبر فهذا بدعة، لأن الله لا يعبد بالطواف عند القبور ولم يشرع ذلك فهو بدعة. أما إذا قصد التقرب إلى الميت فهذا شرك أكبر، لأن الطواف عبادة. نعم.